وفاة فنانة مشهورة منذ قليل في المستشفى بشكل مفاجئ وحزن كبير من أسرتها والنجوم. رحلت عن عالمنا منذ قليل الممثلة اليابانية يوكيو تاكيو شي الحاصلة على جوائز عديدة عن عمر يناهز 40 عاما، وقد عثر على جثتها في منزلها بالعاصمة اليابانية طوكيو. وأفادت وسائل إعلام يابانية بأن الشرطة بدأت التحقيق في حادث وفاة الممثلة اليابانية يوكيو تاكيو شي، وتشتبه بأن تكون الممثلة اليابانية قد ماتت منتحرة. وتفيد الأنباء بأن زوجها هو من عثر عليها في منزلهما ثم نقلها إلى المستشفى حيث تأكدت وفاتها. يوكيو تاكيو شي هي أم الولدين وممثلة مشهورة في اليابان، حيث ظهرت في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية خلال مسيرتها المهنية.